مي، ظهر لك انك تحذري اسم توأم روحك ولا لسه؟ ايه ده يا ماما؟ انت لازم تعرفي اسم توأم روحك، السيستم هيديكي تلميحات عشان يساعدك تعرفي اسم توأم روحك وبعدين هتقابليه. بجد؟ مي، جالك انك تحذري اسم توأم روحك؟ ايوه يا فايا، انا حذرت حرف واحد بس. بجد؟ ايوه، وانتي عملتي ايه؟ لسه ما جاليش ولا تلميح. ازاي يعني؟ لحظه، جه اول حرف هلاقيه في غرفة المدرسين؟ كويس، سهل قوي. هدخلها ازاي؟ انتي نسيتي ان بابا مدرس؟ هنخش وندور براحتنا. معاكي حق، يلا. لقيتي حاجة؟ لا يا فايا، لسه بدور. مالك، في ايه؟ لقيت الحرف. بجد؟ اخيرا. حرف ايه؟ حرف الميم. عرفت اخيرا حرف. ايه ده؟ انا جالي مكان الحرف التاني. فين؟ فين؟ في المقابر؟ انا خايفة، اكيد مش هروح. مي، عملتي ايه؟ حذرتي اسم توأم روحك ولا لسه؟ جالي في المقابر وانا خايفة اروح بصراحة، مش راحة. ما تخافيش، تعالي وانا هاجي معاكي. مي، انت هتدوري هنا وانا هدور هناك. طيب بس ما تبعديش. مش هبعد. وفين ممكن يكون؟ فين؟ ايه ده؟ ماما، لقيته. بجد؟ لقيتيه بسرعة كده؟ ما كنتش متوقعة الاقيه بالسهولة دي. يلا قولي الحرف عشان يتكتب. حرف السين. مي، يلا نمشي من هنا بسرعة. يلا. طبعا الكل دلوقتي بقى عارف 3 حروف من اسم توأم روحه، والكل هنا ما عادش فاضله الا حرف واحد بس، طبعا ما عدا مي اللي فاضل لها حرفين. لو ما عرفتيش الحرفين خلال بكره هتخسر. والكل هنا ما عادش فاضله الا حرف واحد بس، طبعا ما عدا مي اللي فاضل لها حرفين. لو ما عرفتيش الحرفين خلال بكره هتخسر. يا مي ما تزعليش. ما زعلش ازاي بس يا فايا، كله هيعرف اسم توأم روحه بكره ما عدا انا. التلميح التالت ان شاء الله يكون سهل. يا رب. تفضلي، في الشارع. طب يا مي دوري في الشارع. الشارع واسع، هدور فين ولا فين؟ معاكي حق. طب انا هساعدك. لا خلاص، انا كده مش عايز اكسب. لو سمحتي يا بنتي، انا معيش فلوس ومحتاجها جدا بصراحة. ده كل اللي معايا، اتفضلي. شكرا يا حبيبتي، بس اكيد مش هاخدها من غير مقابل. اتفضلي. ايه ده؟ افتحي الظرف. هي راحت فين؟ الحرفين، حرف الواو وحرف الياء. كل اللي قدامي دلوقتي عرفوا اسماء توأم روحهم، بس في عرفته اول واحده وطبعا ليها مكافاه. مي، انا